مقدمة في القانون الدولي الإنساني وانطباقه على الأرض الفلسطينية المحتلة. مع اندلاع النزاعات والحروب على مدار تاريخ البشرية، أدرك البشر الحاجة إلى مبادئ وقيم مشتركة لحماية أنفسهم من المعاناة وخسارة الأرواح التي تسببها الحروب. ويعد القانون الدولي الإنساني واحداً من التطورات الرئيسية التي تمس حياتنا في الوقت المعاصر، حيث برز هذا القانون إلى حيز الوجود باعتباره جزءاً من القانون الدولي. ويسعى القانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص إلى الحد من الآثار التي تخلفها النزاعات المسلحة على المدنيين والمدنيات ومن كفوا عن القتال. كما يعنى القانون الدولي الإنساني بتقييد الوسائل والأساليب التي تستخدم في الحروب والنزاعات المسلحة من أجل الحد من المعاناة والدمار غير المبررين على السكان. يتمثل القانون الدولي الإنساني في الاتفاقيات والمعاهدات والقواعد العرفية والمبادئ العامة التي تحكم تصرفات الدول والأعمال العدائية فيما بينها، وكذلك كيفية معاملة المدنيين. ويتألف القانون الدولي الإنساني في أساسه من اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والقانون العرفي الدولي. ويسري القانون الدولي الإنساني في الحالات التي تشهد نشوب النزاعات المسلحة والاحتلال الحربي. من هي الفئات التي يحميها القانون الدولي الإنساني؟ تكفل اتفاقيات جنيف الأربع حماية فئات مختلفة من الأشخاص، فاتفاقية جنيف الأولى تؤمن الحماية لأفراد القوات البرية الذين يصابون بجروح أو المرض خلال الأعمال العدائية في البر، وتغطي هذه الحماية أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين يرافقون القوات المسلحة. وتكفل اتفاقية جنيف الثانية حماية جرحى ومرضى وغرق القوات المسلحة أثناء الأعمال العدائية في البحر. وتحمي اتفاقية جنيف الثالثة أسرى الحرب وتشكل ضمانة لحمايتهم من المعاملة اللا إنسانية بوصفهم محاربين، وتكفل احترام حقوقهم والوفاء بها وتنفيذها. وتعنى اتفاقية جنيف الرابعة بحماية السكان المدنيين في المناطق التي تشهد نشوب النزاعات. وتسري اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأول الإضافي إليها على حالات النزاعات المسلحة الدولية. متى يسري القانون الدولي الإنساني؟ تنطبق المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني الإضافي على حالات النزاعات المسلحة التي لا تعد دولية في طابعها. وتسري اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبروتوكولها الإضافي لسنة 1977 إلى جانب لائحة لاهاي لسنة 1907 على حالات الاحتلال الحربي. المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. كما ينص القانون الدولي الإنساني على طائفة من المبادئ الأساسية التي تنظم حماية الفئات المختلفة من الأشخاص، وأول هذه المبادئ هو مبدأ الإنسانية الذي يعنى بإضفاء طابع إنساني على سير الحرب وتقييد الوسائل والأساليب المستخدمة فيها. وثاني هذه المبادئ هو مبدأ التمييز الذي يعني أنه ينبغي لأطراف النزاع في جميع الأوقات أن تميز بين المحاربين وغير المحاربين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية عند مباشرة الأعمال العدائية. ويكمن المبدأ الثالث في مبدأ الضرورة العسكرية، حيث يجيز هذا المبدأ الأعمال التي تعد ضرورية لتحقيق هدف عسكري مشروع مع وضع القيود التي تفرضها المبادئ الأخرى في عين الاعتبار، والتي تفرض التوازن المطلوب بين الأهداف العسكرية والضرورات والاعتبارات الإنسانية. والمبدأ الرابع هو مبدأ التناسب الذي يعني أنه يتعين على أطراف النزاع أن تمتنع عن شن الهجمات على الأهداف العسكرية المشروعة إذا كان من المتوقع أن يسفر الهجوم عن خسائر مفرطة من قبيل الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين والأضرار التي تصيب ممتلكاتهم. ولا غنى عن هذه المبادئ في أثناء سير الأعمال العدائية، وفي سياق الاحتلال الحربي تكتسي هذه الأحكام قدراً أكبر من الدقة والتحديد. ففي سياق الاحتلال لا يجوز التذرع بمبدأ الضرورة العسكرية لغايات الاستيلاء على الأموال العامة غير المنقولة كالأراضي والمباني العامة التي يجب على الدولة القائمة بالاحتلال أن تديرها بما يتماشى مع قواعد الانتفاع. لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال.
وينبغي لها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع، المادة 55 من لائحة لاهاي. كيف يسري القانون الدولي الإنساني على الأرض الفلسطينية المحتلة؟ احتلت إسرائيل الأرض الفلسطينية في العام 1967 وفرضت سيطرتها الفعلية عليها، وبناءً على ذلك غدا القانون الدولي الإنساني يمثل الإطار الأساسي الذي يحكم العلاقات القائمة بين إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال والفلسطينيين والفلسطينيات، وهم الشعب المحمي الذي يسكن في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتضم الأرض الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والتي تعد جميعها إقليماً يرزح تحت نير الاحتلال، ويسري القانون الدولي الإنساني عليه. بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي، تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها. وتبني المادة 43 من لائحة لاهاي على المادة السابقة التي تتناول الحالات التي يكون فيها سيطرة فعلية بحكم الأمر الواقع على الإقليم، وانتقلت سلطة القوة الشرعية إلى يد قوة الاحتلال لتفرض التزامات إدارية على عاتق الجيش الغازي طيلة الفترة التي يمكن أن يمارس فيها السلطة بعد قيامها. وبناء على ذلك لا تمتلك سلطة الاحتلال الحربي السيادة على الإقليم، ولا تعد سوى مسؤول إداري مؤقت. ويتعين على إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال أن تدير الأرض الفلسطينية المحتلة بما يتوافق مع القواعد التي يرسيها القانون الدولي الإنساني، وأن تؤمن الحماية الضرورية والاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين القابعين تحت احتلالها. ولا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال سوى إدارة الإقليم وموارده الطبيعية غير المنقولة بموجب قواعد الانتفاع المؤقتة، وهي لا تملك الحق في السيادة على الإقليم المحتل. ويملك أبناء الشعب الفلسطيني القابعين تحت الاحتلال السيادة الأصيلة على إقليمهم، ويملكون الحق في أن يقرروا بحرية مركزهم السياسي، وأن يسعوا بحرية من أجل تحقيق نمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن يعملوا على النحو الذي يحقق المصلحة الفضلى التي يضمنها حقهم الاجتماعي في تقرير مصيرهم. وعلى الرغم من طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضم هذا الإقليم بكامله أو جزء منه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهو ما يشكل فعلاً غير مشروع، لا يعتري القانون الدولي الإنساني أي غموض فيما يقرره من أحكام تكفل حماية هذا الإقليم وسكانه، ولا يغير الوضع بشأن السيادة. ويؤكد القانون الدولي الإنساني الالتزام الواقع على أطراف النزاع من قبيل الالتزامات المترتبة على السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الإقليم الذي يرزح تحت احتلالها، والالتزام الذي يقرر تأمين الحماية للسكان المدنيين في الإقليم المحتل، والمسؤوليات والالتزامات الواقعة على عاتق الدول الثالثة، وإعمال الحماية مستقر في أطر أخرى من أطر القانون الدولي كالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعد نافذاً في جميع الأوقات في أوقات السلم وحالات النزاع. ويعمل القانون الدولي لحقوق الإنسان على سد الثغرات التي تشوب ما يريده القانون الدولي الإنساني من أحكام بشأن الحماية ومواطن التدخل التي تعتري القيود على سلوك قوات الاحتلال، كما يسري البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف لسنة 1977 على النزاعات المسلحة التي تناضل فيها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير. وهذا الحكم مستقر وراسخ الأركان بوصفه جزءاً من القانون الدولي العرفي. ولكي يجري إعمال المبادئ الناظمة للمساواة في الحقوق وتقرير المصير، تقتضي الضرورة إلى إنهاء الاستعمار واحترام إرادة الشعب في العيش بحرية. ويحتل هذا الأمر أهمية خاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث رفض الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على أراضيهم، وقاوموه على مدى تاريخهم وحتى قبل قيام الاحتلال في العام 1967. ومن الجدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني كان قد خضع للاستعمار حتى قبل إقامة إسرائيل في العام 1948، وذلك عندما تعرضت الغالبية الساحقة من أبنائه للتهجير والطرد داخل بلدهم وإلى البلدان المجاورة، وباتوا لاجئين ومشردين داخلياً. ويحرم اللاجئون الفلسطينيون في هذه الآونة من حقهم في العودة إلى أراضيهم وديارهم.
كيف تنتهك إسرائيل القانون الدولي الإنساني؟ تنتهك إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال العديد من الأحكام ذات الصلة من أحكام لائحة لاهاي واتفاقية جنيف، كما ترتكب مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة منذ أن احتلت الأرض الفلسطينية في العام 1967. الاستيلاء على الأراضي. عقب احتلال الأرض الفلسطينية وضعت إسرائيل منظومة تتألف من آليات قانونية وبيروقراطية يلفها التعقيد وتيسر لها العمل المنهجي على الاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة ومصادرتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. فمنذ بداية الاحتلال في العام 1967 استولت إسرائيل على مساحات شاسعة من الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضع إسرائيل يدها على الأراضي العامة والخاصة وتستولي عليها لمنفعة المستوطنين الإسرائيليين الذين يقيمون دون وجه قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولغايات بناء جدار الضم واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية. ويرد الحظر على مصادرة الممتلكات الخاصة وتدميرها في المادتين 52 و53 من لائحة لاهاي، ولا يسمح بمصادرة هذه الممتلكات إلا في حالات محددة للغاية ولاحتياجات عسكرية لدى السلطة القائمة بالاحتلال الحربي. وفيما يتعلق بالأراضي العامة، تجيز المادة 55 من لائحة لاهاي للدولة القائمة بالاحتلال أن تستخدم الأراضي العامة على أساس مزايا الانتفاع المؤقتة فقط، وذلك لضمان حماية أراضي الدولة المحتلة وصيانتها وبقائها سليمة للجهة صاحبة السيادة عليها. وفضلاً عما تقدم، فالمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد على أن إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة يشكل جريمة حرب. المستوطنات ونقل السكان. تخالف إسرائيل من خلال مشروعها الاستيطاني أحكام المادة 49 رقم 6 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال أن تنقل سكانها المدنيين إلى الإقليم الذي تحتله، فهذه الممارسة تصل إلى مستوى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد خلقت إسرائيل منذ بداية احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة بيئة قصرية وفرضتها على السكان الفلسطينيين القابعين تحت احتلالها، حيث تحرمهم من معظم حقوق الإنسان الواجبة لهم من خلال منظومة تتضمن الأوامر العسكرية التمييزية، مما يفضي إلى تهجير الآلاف منهم من ديارهم وأراضيهم. وتفرض المادة 49 رقم 1 من اتفاقية جنيف الرابعة الحظر على الترحيل والنقل القسريين اللذين يطالان السكان المدنيين في الأقاليم المحتلة، حيث يصل هذا الفعل إلى مستوى جريمة حرب. العقاب الجماعي. يشكل الحصار المفروض على قطاع غزة وتقليص إمدادات الوقود والكهرباء فيه وبناء جدار الضم أمثلة على ممارسات العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على أبناء الشعب الفلسطيني، وتؤثر هذه الانتهاكات تأثيراً سلبياً على السكان بأسرهم في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. هدم المنازل. تهدم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال منازل الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة وبحجة البناء دون ترخيص بشكل رئيسي. فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من منازل الفلسطينيين منذ العام 1967، ويعد هدم هذه المنازل تدميراً لا تسوغه الضرورة العسكرية، ويرد الحظر عليه في المادة 147 من الاتفاقية، كما يصل هذا الفعل إلى مستوى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهدمت إسرائيل منازل عدد ليس بالقليل من الفلسطينيين بعدما اتهم أحد أفراد أسرهم بشن هجمات على قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين، وهذه الممارسة
محظورة بموجب المادة 33 من الاتفاقية باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي. جريمة النهب تمنع إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال من استخدام أراضي الدولة والموارد الطبيعية لأغراض غير احتياجاتها العسكرية أو لغايات منفعة السكان المحليين. ويسري هذا المنع على جميع الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي الواقع تجري مصادرة الأراضي لمنفعة الدولة القائمة بالاحتلال ومشروعها الاستعماري الاستيطاني الذي تنتفي الصفة القانونية عنه في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويصل ما تقوم به إسرائيل من استيلاء على الممتلكات واستغلال الموارد الطبيعية إلى مستوى النهب الذي تحظره لائحة لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتخالف إسرائيل الالتزامات الواقعة على عاتقها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال التشجيع على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية وتيسير هذا الاستغلال بما يعود بالنفع على الدولة القائمة بالاحتلال وسكانها. ولا تتوانى إسرائيل عن السماح لمؤسسات القطاع الخاص بنهب هذه الموارد وسلبها، فعلى سبيل المثال تشارك بعض الشركات في استغلال معادن البحر الميت والغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل غزة، وتشارك شركات أخرى في استخراج الحجر الفلسطيني من خلال أنشطة المقالع والكسارات، ويسخر جانب ليس باليسير من هذه الأنشطة لمنفعة المستوطنين. وتشمل المسؤولية الجنائية المترتبة على جريمة النهب جميع الضالعين في هذه الجريمة بمن فيهم المسؤولون الحكوميون أو مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي تشارك في فعل النهب الذي يتنافى مع القانون. المعتقلات والمعتقلون الفلسطينيون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون بارتكاب جرائم في سجون داخل الإقليم المحتل ويقضون فيه عقوبتهم في حال إدانتهم، كما يخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم. ويحتجز معظم المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيون في سجون داخل إسرائيل بعيداً عن أسرهم، وتفرض قيود على الزيارات العائلية من خلال نظام استصدار التصاريح الذي تنفذه إسرائيل على أساس تعسفي. وتشغل إسرائيل 18 سجناً لاحتجاز الفلسطينيين، وكل هذه السجون باستثناء واحد منها تقع داخل إسرائيل. وتصل هذه الممارسة إلى فعل من أفعال النقل القسري الذي يشكل مخالفة متعمدة لاتفاقية جنيف الرابعة. وتوظف إسرائيل الاعتقال الإداري باعتباره سياسة من سياساتها، ويفرض القانون الدولي الإنساني قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإداري. فوفقاً للمادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة يجوز اللجوء إلى الاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية. ومنذ بداية الاحتلال في العام 1967 وضع الآلاف من الفلسطينيين رهن هذا النوع من الاعتقال دون توجيه أي تهم لهم أو محاكمتهم، وعلى أساس تقديم أدلة سرية لا يتاح للأشخاص المحتجزين أو محاميهم الاطلاع عليها. ويحتجز الأسرى على مدى أشهر، كما يمكن تمديد فترات الاعتقال إلى أمد غير معلوم. يمثل القانون الدولي الإنساني طائفة من القوانين التي تعنى بتأمين الحماية للسكان الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو من كفوا عن القتال، وينظم هذا القانون سير الأعمال العدائية وحالات الاحتلال العسكري، كما أنه يضع الالتزامات على أطراف النزاع والدول الأطراف الثالثة. وتفرض المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف على الأطراف السامية المتعاقدة أن تحترم هذه الاتفاقيات وتكفل احترامها. وإذا تخلفت الدول عن حماية القانون الدولي وصونه، فسيسود الإفلات من العقاب، مما يفضي إلى استشراء الأفعال غير القانونية، ويفضي بالمدنيين بالذات إلى أن يدفعوا ثمناً فادحاً جراء ذلك.